يذكر محصولا يكدسه الفلاح في أكوام كبيرة على الأرض. القش. القش. الحنطة. الحنطة. نعم. جواب نهائي. نهائي. الحنطة. ونعم. القمح الحنطة أعلى احتمال. إذا تفضلي وقت نور ويلا. شي نهاية. ست نور. الشعير. الشعير. شدوا حيلكم. خلي نشوف الشعير. الله. بيرباتكم تقطعون وتروح بعدين للشيخان الجواب واحد. ست نور. نعم. انت روعة. الآن نروح على استاذ قائد. يكدس؟ ايه. الفلاح يجي ويكدس بي. شنو الاشياء اللي يكدسها الفلاح؟ الرز. الرز. نعم الرز. إذن باقي عندنا 3 احتمالات. ما هي هذه الاحتمالات استاذ احمد؟ السكر. السكر لا يتكدس. ست عبير. ماكو كيف. اي. خطأين. حضروا جواب واحد وهم راح تبوقون السؤال والأجوبة. البرسيم. أعشاب البرسيم. نعم. أعشاب. هسه نشوف. يلا يلا شيخاني. باقي 3 احتمالات. قمح شعير رز. والسؤال هو اذكر محصولا يكدسه الفلاح في أكوام كبيرة على الأرض. الطاهر. نعم. الذرة. الذرة. مصطفى. ممكن الخضروات يعني. الخضروات. الذرة. الذرة. الذرة والخضروات. أنت جواب يمك شو تقول؟ جواب الذرة. الذرة. نعم. إذن خلي نشوف الذرة. مبروك. واو. يعني انتوا تجاوبون 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 177. هو يا من تعب يا من سقى ويا من على الحاضر لقى. اذا خلوا نروح حتى نلقى. خلي حتى نلقى احتمالاتنا شنو هي. شنو الاحتمال الباقي؟ 6. الماش. 4. التمر. التمر. البلح البلح البلح. إذن خنروح على الجولة الثالثة والسؤال الثالث المضروب ب2 حتى يتقدمون